كل التحيات لكم واهلا وسهلا بكل الاصدقاء متابعينا بحلقه جديده من مشاكل وحلول مع ضيفنا يلي دائما بنلتقي معه على قيم من خلالها بيسعى قدر المستطاع تيكون حد الناس حتى يعبر من خلال تصريحاته، من خلال تغريداته، من خلال كل مواقفه عن حاله الوجع يلي بدنا نحكي عنها بهذه الأطلالة. رح نحكي أدوية طبعا، رح نحكي استشفاء أكيد، بدنا نحكي أمراض يعني مزمنة طبعا، وأدوية غسيل كلى يلي قيل أنه رح تتوقف خلال ساعات إذا قلنا، كثير من المواضيع رح نحكي عنها. ما رح ننسى التلوث يلي صار على امتداد نهر الليطاني وقديش ساعة قدر المستطاع لرفع الضرر عن الناس السكان والأهالي من خلال كثير من التصريحات. الدكتور عاصم عراجي رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية، أهلا وسهلا فيك ضيف عزيز بمشاكل وحلول. صباح الخير أستاذ نقولة، صباح الخير كل قيمين هلأ، وصباح الخير للمشاهدين الكرام. خليلي هيك، يعني حضرتك انت رئيس لجنه الصحه والعمل والشؤون الاجتماعيه، ملف 2-3 يعني كم كره نار انت بين ايديك عم تلعبهم، لانه كلهم مواضيع الساعه. هيك ربنا كتب لنا، يعني بتعرف الصحه في 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 ازمه كبيره، الشؤون الاجتماعيه بتعرف الناس قديش صعبه لحتى تامن احتياجاتها، والعمل في 500,000 بيقولوا تركوا وظائفهم، يعني كلهم هودي يعني عم نحاول بقدر المستطاع أن نخفف من الأزمة. ومثل ما تفضلت أنت ببرنامجك مشاكل وحلول، مشاكل كثيرة بس إن شاء الله نلاقي لها حلول إن شاء الله. سيدي اليوم يعني إذا بدي أحكي عن الصحة العمل والشؤون الاجتماعية، ظروف صعبة يعني بسبب انهيار الليرة، توافقني بالبداية قديش مهم نقول وقت اللي نحن بدنا نلاقي حلول بدنا نراعي كل المعايير لحتى نقدر نقلب صفحة على إيجاد حلول لكل هذه المشكلات. والله شوف حقيقة نحن وضعنا صار وضع يعني مزري، ولا نقول يعني بحبش يعني أنا يعني أحكي كلام كبير وأوصف يعني مش هذا، بس حقيقة وضعنا كتير صار صعب بكل القطاعات. أنا بدي أحكي ضمن يعني اختصاصي وضمن اللجنة اللي أنا يعني بترأسها. يعني وضعنا إذا بدنا نبلش بسبب الأساسي هو شغلتين. اولا انه ما عندنا حكومه، في عدم استقرار سياسي بالبلد. نعم. عدم الاستقرار السياسي بالبلد خلى انه يصير في مبادره اسمها المبادره الفرنسيه، وعدنا من المجتمع الدولي والعربي انه يساعدونا اذا تلفت حكومه على مثل ما هو مطلوب بالمبادره الفرنسيه، وانه يصير في اصلاحات، ساعتها ببلشوا يساعدونا. للاسف لغايه هلا ما في تشكيل حكومه. الشغله الثانيه انهيار الليره اللبنانيه اللي هو كمان سبب انه كمان عدم وضع الاستقرار السياسي مش موجود، فعم تنهار الليره اللبنانيه يوم عن يوم. ويعني هذا ادى الى ما ادى اليه من كوارث. نعم. انا بسميها كوارث بالصحه وبشؤون اجتماعيه بالعمل. 500,000 عامل سمعت حسب الاحصائيات صاروا يا نص دوام يا خارج الدوام، داخل عملهم او خارج عملهم، في ناس على الطريق كمان، وباقي على الطريق، كثير شركات سكرت، اوضاع الناس الاجتماعيه كثير ماساويه. وكمان الصحه يعني هلا اللي هو يعني اكثر شيء طاغي، لانه الامن الصحي هو اهم شيء بفنزويلا. انا دائما بقول فنزويلا وصل اخر قطاع اللي هو انهار هو القطاع الصحي. نعم. انهارت فنزويلا. انا بتهيألي اذا ضلينا هيك القطاع الصحي يعني في وسط الانهيار، بس اذا كفينا بنهار البلد. طيب اليوم يعني في اصناف كثيره من الادويه منا موجوده بالصيدليات، بنسمع رحت انت مع معالي وزير الصحه، اجتمعتوا بسعاده الحاكم، طلع تصريح لكم، تصريح مضاد للحاكم، وسيء ترجمه يعني البيانات بعد هذا الاجتماع، ولكن بمرحله بعض الادويه لليوم مقطوعه، مثل ما في طوابير على البنزين، خبز وغيره كمان على الادويه. صحيح. اكثر. صحيح. حتى متى؟ يعني نحن من شيء اسبوعين لما لقيت هالازمه كثير استفحلت قصه الدواء، خاصة انا لحد ما بعرف قديش الدواء مقطوع، لانه بعد مارس يمكن مهنه الطب يعني 25% من ايام زمان. نحن عندك وقت؟ لانه هيك ضل مستمر مع العالم، بعرف مشاكلهم. نعم. بعرف مشاكل المزارع، بعرف مشاكل كل القطاعات. ف يعني حكيت انا ومعالي وزير الصحه وقررنا نروح لعند حاكم سعاده حاكم مصرف لبنان، وقعدنا معه فتره طويله بوجود المسؤول عن الدعم اللي هو الاستاذ نعمان الندور،
وكان يعني المشكله استاذ الاولى انه كان في يعني مشكله انه بالارقام اللي اعطونا اياها مستوردين دواء ونقابه الصيادله وحاكميه مصرف لبنان، والفرق كبير. يعني الحاكميه كانت عم تقول انه لغايه شهر اخر شهر 5 ممكن المستوردين الدواء يوصلوا لياخذوا حوالي 1000 يعني مليار دولار. السنه الماضيه كلها اخذين، بيقول الحاكم انه مليار و173 مليون دولار. فاذا كفينا قال هيك بدنا يعني ضعف ل 2020. جينا عملنا لجنه، هاللجنه هيدي من وزاره الصحه ومن الحكميه على اساس تدقق بالفواتير وتدقق بال شو اسمه. و يعني تبين بالطبع في 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 فرق بالهذا. معالي وزير الصحه طلب من المستوردين كلهم يجيبوا فواتيرهم لحتى يدقق فيهم اكثر. استضافكم من يومين ثلاثه؟ بالطبع نحن استضفناه نهار الجمعه. نعم. ورجع هو استضافنا نهار الثلاثه لانه نحن الازمه كثير صعبه، الناس عم تناشد، الناس في ادويه كثير مقطوعه، ادويه كثير حساسه كثير مقطوعه، ادويه الراس، ادويه القلب، ادويه البنج. يعني حقيقه وصلنا لمرحله كتير، حتى البدائل يعني عم بيحكوا الناس بيحكوا انه لازم نستعمل جينيريك، حتى جينيريك حتى جينيريك ما في. يعني اذا بتعطي دواء احيانا انا اذا بدي اكتب دواء بكتب له 5-6 بدائل على اللي بتلاقيه، بيرجع بيروح على بقول له اللي بتلاقيه، احيانا بيتصل فيه الصيدلي بيقول لي ولا واحد منهم موجود. الوصفه الطبيه تجيز للصيدلي انه يستبدل اذا يعني خلص لغينا لغينا الان اس لغيناه الان اس لغيناها مش ما تكون حجه عند حدا، لغينا الان اس. نعم. عرفت كيف؟ فيوميها اتفقنا نحن والحاكم على اساس انه يعني نرجع نتواصل. انا تواصلت معه لانه كلفت انه اتواصل مع الحاكميه انا ومع الاستاذ نعمان ندور بتحديدا. وصلنا يعني نهار الثلاثي اتفقنا على اساس انه كانوا قليلين بمصرف لبنان انه انا مستعد اصرف الاولويات، لانه كان في مشكله انه الحاكميه طلعت بدهم بري ابروفال قبل ما يجيبوا الدواء. هلا كان في حوالي 212 مليون دولار خوضوا محقه محقه يعني البري ابروفال. والله ليك انا 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 بنحكي بالطب، انا بشوف انه اذا محقه لازم يكون في تسريع بوتيره شو اسمه البت فيها، مش انه والله نقدم طلب وتروح مثلا 4-5 شهور. محقه اذا واحد قدم اليوم بده ياخذ ابروفال المفروض انه ينعطى اعتمادات بسرعه لانه يقدر يجيب الدواء. هلا المشكله وين؟ انه في ادويه بالمخازن استاذ نولا، في شيء مدعوم ايه وفي شيء مش مدعوم. عرفت كيف؟ يعني فاتوا ادويه مدعومه من زمان، وفي هودي قال بدهم وعد من مصرف لبنان 212 مليون دولار، هلا صاروا 400 لانه قدموا طلبات من هو وعدهم ما اعطى وعد يوميها، كان بعده عم يقول لما كنا نحن عنده ولما بلجنه الصحه اجتمعنا كمان قال انا يا خيي بدي اعطي الاولويات. هلا بالنسبه لغسيل الكلى اعتبرناه اولويات، وامبارح صار في اتصال او اول امبارح بين وزاره الصحه وبين بس ضجه الدنيا اليوم. نعم ضجه الدنيا انه لا توقف. انا قال لي الاستاذ نعمان ندور انه اللي هو معاده المسؤول دغري صرف قصه الادويه شو اسمه الكلى دفع اولا او الموت بالدولار يعني. لا هو 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 المشكله وين؟ المشكله انه هلا صار الاتفاق، اذا بنحكي باختصار صار الاتفاق بين الحاكميه وبيننا على اساس انه الاولويات انه وزاره الصحه تعطي الاولويات لمصرف لبنان دغري بيصرفها، وانا حكيت مع معالي الوزير بس حكيت مع مصرف لبنان وصار الاتفاق. وامبارح معالي وزير الصحه قال انه صار في تقريبا شو اسمه مثل شبه اتفاق على اساس الاولويات، انه تتقدم الاولويات لمصرف لبنان، مصرف لبنان دغري بيدفع. نعم. على الاولويات. نعم. هلا المشكله على ال 212 مليون دولار، هودي اللي فاتوا بخلال فتره قبل الهود. فقلنا لهم يا عمي طولوا بالكم لحتى نقدر نحل هالشيء لعندكم، لانه هن عندهم بالمخازنهم مستوردين 532 مليون دولار. يعني في ادويه؟ في ادويه بالمخازن، في ادويه، في ادويه بس هم ما بدهم يعطوهم. نعم. يعني لما راح معالي الوزير عم يعمل كشف لقى في ناس بيقولوا له هودي مدعومين وهو مش مدعومين، يعني كيف؟ ما هذا مدعوم انه هذا بعد ما اعطانا حاكم مصرف لبنان. اخي ما فيك تترك، انت استفدت، انا يعني انا هذا عتبي على المستوردين دواء، ما فيك تترك انت بلد بدون دواء وعندك دواء بلبنان وادويه كثير حساسه وانت صناعتك الوطنيه بعدها مش بعدها ناشئه. نعم. بتكفي 7% هلا 7% من حاجه السوق، من 10% من 7 ل 10% نعم حاجه السوق. ما فيك تترك انت البلد بدون دواء وانت عندك دواء بالمخازن، يا عم صرفوا هالدواء. مسؤوليه مين هون؟ الوزير عمل جوله وشاف وتاكد. تاكد انه فيه صحيح. طيب. صحيح يعني مسؤوليه مين؟ انا اللي بعرفه انه لما واحد ربح خلال السنوات الطويله مليارات الدولارات، انا بقول لك مليارات مستلزمات طبيه، مستلزمات طبيه وادويه كسبوا مليارات خلال الفتره الماضيه، ومع الاسف كانت المستلزمات الطبيه مش مسعره
ما كان في إلا تسعير، يعني كان يبيعوا أحيان ب 200 و300% على هواء على أنا على ما قدر الله مثل ما أقول، ونشوف تدفع دفع يعني على سعر العالي يعني. أرضي. طيب يا أولاد الحلال، طيب ما هذا البلد مقطوع من أدوية كتير حساسة يا أخي، نزلوا الدواء على السوق وبعدين نحن نتفاوض، نحن نتفاوض عنكم، نحن أنا ومعالي وزير الصحة نحن أخذنا على عاتقنا أنه نتفاوض مع مصرف لبنان لحتى نحل المشكلة. هلا صار في اتفاق مبدئي أنه ينزلوا الدواء بس الفواتير شو اسمه الأولويات. هلا في شغلة تانية طلبناها من مصرف لبنان اللي هي أنه والله يا أخي أنت عم تدعم، نفترض قديش فيك تدعم الدواء؟ 50 60 70 مليون دولار، فينا نحدد لك نحن الأولويات لأنه هذا بدأ حكمة، بدأ أطباء هاي اللي حددوا. ما في لجنة مصرف لبنان؟ لا ما في لجنة طبية، ما في لجنة طبية مفترض أن يكون عادة وزارة الصحة اللي هي مفروض تحدد، مش مصرف لبنان إذا بنحكي المنطقة لأنه دي كيف، ولكن هلا المصرف هو اللي عم ياخذ. هلا المعالي الوزير بلش يحط أولويات وحنعطيها لمصرف لبنان، إنه فيك تعطينا 50 مليون، فيك تدعم 50 60 70 مليون دولار، قديش بتعطينا نحن بنعمل لك شو اسمه. مصرف لبنان عم بيقول حطوا لي الأولويات وأنا بساعدها بقرر. نعم إذا بتسمح لي، هلا أنت عم تطلب من المستوردين ينزلوا الدواء على السوق. صحيح، بس أنا كنت قرأت لك تغريدة وقلت لك عجبتني ودي أقراها إذا بتسمح لي. قلت ب 27 أيار مغريب التهريب رح تبقى، ما حدا ناوي يسكرها. صحيح. البنزين والدواء والسلع الغذائية المدعومة. صحيح. قسم كبير عم بيتهرب منها. بكرة بيتوزع الدواء من مخازن المستوردين للصيدليات وبعد أسبوع بيرجع بيتهرب وبينقطع. نفس حكاية المحروقات، البلد عايش بدويخة الفساد والتهريب، الظاهر رح نبقى عايشين بدولة الفوضى. صحيح. هلا كيف بدك هن يوزعوا ويورك التغريدة؟ يعني انت تقر انه رح يتهربوا؟ لا مبين واضح، يعني وصل الدواء على كنشاسا، وصل الدواء على اربيل، وصل الدواء على القاهرة، وصل الدواء على تركيا، وصل الدواء يعني في جماعات منظمة يعني بتاخدوا الدواء وبتهربوا لبرا. يعني مستوردين دواء باجتماع نهار الثلاثة، بتعرفوا شو قالوا؟ قالوا احدى كانوا موجودين. نعم. قال انا استوردت زيادة 35% عن السنين الماضية لغاية هلا. ها يعني 35% والدواء مش موجود، يعني شو معناتها؟ يقولوا لي انه والله لحتى يقولوا لي انه في مرة ترانزيت راح، يعني مرق ترانزيت ما بعرف، يمكن مرق ترانزيت، يمكن يكون في وزعوا على الصيدليات بعدين في ناس لموا الدواء وبعتوه لبرا. نعم. في يمكن شو اسمه زادت فواتير يمكن هذا، بس انه انا بدي اقوله انه هلا بما انه بعد الحدود فلتاني. نعم. يا عم يكسكروا الحدود، الحدود فلتاني على التهريب على عينك يا تاجر. بقولوا صعب مع الوزير كلام سهل ولكن صعب اقفال الحدود، يعني هي بصراحه يعني جغرافيا عم نسالك سؤال. انت ابن المعابر بتعرف ابن المعابر الشرعيه. نعم. ما فيهم يسكروها المطار مجال. التهريب عم بيصير عن المعابر الشرعيه. ايه ايه عم بيصير عن بالطبع، ايه بالطبع عم بيصير، انا عم بقول لك يعني هذا اتهام مباشر. هلا اذا يا خي ايه عم بيصير التهريب، شو بقول لك؟ والله بطريقه ملتويه، الاجهزه الامنيه بتقول لي بطريقه ملتويه. ايه بطريقه ملتويه، بس فيك انت تمنع حتى الطريقه الملتويه. نعم. مش هيك؟ يعني الدواء اذا حطيته بسياره واخذته عرفت كيف؟ وحلت حالك وطلعت. نعم. عرفت كيف؟ سواء على سوريا او على شو اسمه عرفت كيف؟ طيب انا يا خي انت جايب 35% زياده، ها؟ لوين ولا شو؟ المفروض ينعمل تراكنج سيستم، وهذا قلنا له اياه لمعالي الوزير، المفروض ينعمل تراكنج سيستم. انت على الروشتة هيدي إذا رحت صرفتها من الصيدلية، رحت كنت بمحل ورحت على محل تاني من صيدلية تاني بك تاخذ نفس الروشتة، بفوت على السيستم تك 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 بقول له أنت اخذ الدواء المحل الفلاني ما بعطيك إياه. يعني هاي تراكنج سيستم مفروض تنعمل بأسرع وقت، ساعتها فينا نحدد مين عم بتعرف الشخص اللي عبي يقبروا على صيدلية من صيدلية صيدلية جمع دواء هويته للشخص اللي بده ياخذ دواء. نعم. بدهم ياخذوا هويته. ايه ما هون فيك، ما هو اسمه مكتوب. ايه اسمه مكتوب فوق. ايه ما هو بيقولوا له شو هذا اسمك هيك عرفت كيف، بيفوتوا على. طب عادة نحن قلنا وقت الوصفة الطبية انه هي انوجدت لحتى تحل هذه المشكلات وتحدد صرف الدواء، ما لقيت يعني حل الوصفة الطبية مشكلة؟ لا حقيقة لأنه مش عم بيصير في إلا مراقبة، نقابة الصيادلة ما عم بتراقب؟ ما يعني الصيدلة أحيانا، أنا بقول لك صيدلة أحيانا بيصرف الدواء بدون روشتة حتى. مش روشتة الوصفة الطبية، حتى بدون روشتة. وصلنا قلنا له مليون مرة للنقيب حسان الأمين بده إنه لازم تساعدنا أنت كمان. بيكون في تشدد. بيكون في تشدد يعني كيف؟ والأطباء نقابة الأطباء المفروض تتشدد بقصة إنه الطبيب لازم يكتب الوصفة الطبية الموحدة، مش إنه أي ورقة يكتبها وشو اسمه. الرشيدة البيضة تبعيته. أو يفوت المريض على الصيدلية ويعطوه الدواء، عارف كيف؟ نعم. يعني نحن بأزمة كتير كبيرة. شو حلها؟ شو حلها سعادتك؟ حلها صراحة. أنا بقول لك شو حلها. تفضل.
هلا في عندك حل مؤقت وحل دائم. نعم. الحل اللي بنشي هلا اذا بنحكي مختصر بالحل الدائم، الحل المؤقت اللي هو هلا نحن واقعين بهالازمه. نعم. اولا الاجهزه الامنيه المفروض توقف التهريب. بدهمش يوقفوا تهريب المازوت والبنزين، يستفلوا. ما بيموت المريض اذا 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 انقطع من البنزين، بس بيموت اذا انقطع من الدواء. في ادويه كثير حساسه. يا اخي عال وقفوا التهريب الدواء، هاي اول نقطه. النقطة الثانية مثل ما قلت لك، نقابة الأطباء مفروض تتشدد، نقابة الصيادلة مفروض تتشدد، ها؟ كمان عقوبات، مش إنه واحد إذا هرب دواء أو هرب بنزين أو مازوت بيقعد 15 يوم وبيطلع، شو هالحكي هذا؟ تشدد بدك. تشدد بالله، وزارة العدل مفروض كمان تتدخل وزارة العدل. بعدين نتمنى على مصرف لبنان إنه كمان إذا في يعطينا رقم بعد ما نقدم له الأولويات، كمان إنه نمشي بهالقصة هيدي، انه والله انا بعطيكم 40 مليون 50 مليون، بنحطوا الاولويات حتى بالامراض المزمنة، يعني بنحدد انه والله مش ضروري نجيب دواء مثلا دهنيات، انا بعطيك دواء دهنية. في منه 19 جينيريك. دواء مثلا البلافكس، له كمان مقطوع. مقطوع كمان، مش بس هيك، بدائل مقطوعة كمان. يعني بتلاقي بدائل بعد قليلة. حتى البديل اللي شغل كندا وشغل 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 صحيح كان بيلعب فيه. الحل الدائم. نعم. الحل الدائم ساعتها بدك تعمل إعادة هيكلة لكل القطاع. نعم. الطبي كله. يعني أنت بصراحتك قلت أنه ممكن يكون في مريض بيموت لأنه ما عم ياخد دواء. ايه صحيح صحيح. ايه لهالدرجة الواقع خطر؟ ايه بالطبع طبع. ليش هاكل كل يوم عم صرخ أنا؟ لأنه بعرف. نعم. من الناس دخلت إذا مريض عم ياخد. نعم. إبانوتين ومقطوع الإبانوتين، شو اسمه الديباكين، ديباكين أو الإبانوتين لحتى اثنيناتهم بيستعمل مشان السرعة. وفي شيء بقى له. طيب في مرضى مش عم يلاقوا حتى البدائل، وهذا نوبات السرعة. نعم. ممكن تؤدي للوفاة إذا صارت بتكرار. أوكي. في أدوية القلب كمان، إذا كمان ما في أدوية قلب كمان، في أدوية مثلا رخيصة بالسوق، يعني نعطيك مثلا شيء مثل اللازكس. طيب. نعم. إذا اللازكس وقف له الدواء يومين ثلاثة، إذا واحد عنده فشل بعضلة القلب بتعبوا رواية ماي بفوت على المستشفى، يا بيختنقوا بنحط على التنفس الاصطناعي، يا إنه زلمة بيموت. يعني لا ما في مسحة، هاي الأمن الصحي ما في مسحة نهائيا، لأنه ما في مسحة. وفي تقصير. نعم. من الحكومة، حكومة تصريف الأعمال. أنت رئيس وزير الصحة يا سيدي. الله يعطيه العافية معالي وزير الصحة، يمكن وانت الله يعطيك العافية، انت رئيس لجنة الصحة النيابية، انت المشرع، يعني وزير الصحة حقيقة. نعم. كسلطة تنفيذية عم بيقوم بواجبه، نوجه له تحية. بس انه مفروض مجلس. نعم. الوزراء او اللجنة الوزارية اللي معتنية بالصحة مفروض تجتمع وتقرر تحل الأزمة بين مصرف لبنان وبين شو اسمه وبين المستوردين والمستلزمات. نعم. الطبية، يعني هذا مش هاي ما بترجع للوزير لحاله، هاي بترجع كمان. نعم. قرار من اللجنة الوزارية المعنية بشؤون الطبية. إن شاء الله. سعادتك عم تحكي شغلة كتير مهمة، ولكن دعم صناعة الدواء في لبنان، بنسمع في عنا معامل، وكان ضيفنا كريم جبار امبارح رئيس نقابة مستوردي الأدوية، قال حتى الأدوية المصنعة هون ومنها البلافيكس اللي أنت هلأ حكيت عنه كمان مقطوع، ما هيدي مصنعة عنا ليه؟ هذا مش هذا عم بيتعلب عنا بلبنان. نعم. في أدوية بتتعلب، في أدوية بس بتنعمل لباكيجينج. نعم. بس في أدوية بلافكس عندنا هاني كمان مثل البلافكس عم تتصنع، ما بديش نقول. طب ليش مقطوعة؟ ليش مقطوعة؟ بدك تسأل شو اسمه المستوردين الدواء، بدك تسأل تشجيع صناعة الدواء، مسؤولية مين؟ تشجيع صناعة الدواء، عندنا 11. نعم. مصنع بلبنان. نعم. هودي عادة تقريبا 10% من استهلاك المحلي. نعم. أنا سمعت من نقيبة مصنعي الأدوية بقول لك كارول. دكتورة كارول قال إذا اندعمت الدواء 140 الرو ماتيريال تبع الأدوية، إذا اندعموا ب 140 مليون دولار هن تقريبا بيلبوا حاجة السوق بين 40 و50%، وهذا بكل دول العربية. يعني الأردن بيصنع ب 800 مليون دولار، بيصدر ب 400 مليون دولار سنويا للأردن دواء. السعودية كمان نفس الشيء. نحن بدي منصدر عندك معلومة؟ مفروض. نعم. قديش منصدر؟ ما منصدر كتير نحن. ما منصدر يعني يمكن مش اكثر من 50-60 مليون دولار كنا، بس هلا اي دواء مش موجود ما بيباع، ما بيتصدر. يعني اذا يعني بديل عن دواء براند او شيء ممنوع يتصدر، لحتى اذا كان في سوق، ومع العلم السوق هلا بحتاج كثير، بتهيألي معظم الشركات هلا الصناعه الوطنيه مش عم يصدروا لبرا. وطلع معالي الوزير امبارح او اول امبارح تعميم انه اي دواء بديل
له اثنين بلبنان، له بديلين بلبنان، لانه انت ما فيك تعتمد على بديل واحد، اذا انقطع كمان مشكله. نعم. اذا دواء مصنع محليا مش عم يعطي اذون استيراد للدوله اللي بيجي من برا، وهيدي شغله كثير منيحه. اذا ممكن بس بدنا نرجع نحكي بموضوع غسيل الكلى، لانه هذا موضوع كثير مهم. يعني بنعرف نحن المريض بده يعني 13 جلسه غسيل كلى شهريا، مثل ما قال المهندس ليمين هارون معنا. يعني الجلسه بتكلف بين 25 و 30 دولار، عم نحكي مستلزمات دون دخول مستشفى. صحيح. يعني 400 دولار اذا بده ب 13، عم نحكي عن 5 مليون و 200 الف ليره بالشهر. يعني وما حكينا بعد مصاريف المستشفى، طب المريض شو بده يعمل هون؟ هو في فتره من فترات هددوا، اما رفعوا بلغت النقابه انه بلغوا يوميها زادوا 120 الف مدري 150 الف والضمان زاد والتعاونيه كله. هلا هذا ما كان دولار، ما بعرف على 10 او على 9 هذيك الايام. هلا بالطبع عم بتزيد التكلفه اكثر، بس انا اللي حكيت لما حكيت مع مصرف لبنان بلغوني بشكل قاطع انه كل المستلزمات الطبيه تبع غسيل الكلى انصرفت. سيدي ترجمتها، طب شو انصرفت اليوم حكي هارون وامبارح حكي؟ لا لا لا، انا هذا الكلام اخذته من نعمان ندور. نعم. قال لي بعثوا لنا الفاتوره من وزاره الصحه. نعم. حكي معه حدا من وزاره الصحه للاستاذ نعمان دغري، قال لي انا صرفت شو اسمه تبع الكلى، غسيل الكلى، لانه وكلاء التجهيزات الطبيه الخاصه بغسيل الكلى بلغوا نقابه المستشفيات انه من هلا لجمعتين رح نوقف. هلا يمكن يكون طالبين طلبيه ثانيه، بس الشيء اللي قالوا اياه مع مصرف لبنان. نعم. حسب ما قال لي الاستاذ نعمان، عم بقول لك حسب ما قال لي الاستاذ. نعم. نعمان قال لي نحن صرفنا هيدي الاولويات، اول شغله عملناها هي قصه الغسيل الكلى. طيب اليوم حضرتك انت دكتور قلت لي انه انت بعدك عم بتمارس الطب لحتى تكون على علاقه تامه مع الناس. صحيح. لو بنسبه 25 او 30% قد ما بيسمح وقتك، ولكن يعني وقت اللي بتسمع انه الناس مش قادره تفوت على المستشفيات وفي كثير صعوبات المواطن ما بقى يقدر يتحملها، حتى الناس اللي عاملين اسيرانس وتامين كمان في مشكلات بسعر مشكله كبيره. مشكله كبيره بالطبع. هلا يعني اليوم انت مسؤوليتك يعني طبعا يعني بمكان منقول نحن عم بقدر أدي ما هو مطلوب مني، ولكن بكل المتابعة لكل الملفات منشوف انه في مواكبة قد تكون مطلوبة اكثر من المجلس النيابي، مشكور مجتمع، من الحكومة، من مين، لحتى الناس نخفف عنا هذه الصعوبات. شوف، طول ما هي مثل ما قلت لك الليرة عم تنزل، كل ما هو الدولار يعني على الليرة يعني عم تنخفض قيمتها مقابل الدولار. نعم. المشكلة حتبقى أصعب وأصعب، وإذا نعم. ظلت هيك حيكون الوضع أسوأ وأسوأ بالأيام الجاية. وإذا ما تشكلت حكومة، أنت بدون حكومة عندك عارف كيف ما بتقدر تأخذ قرارات، مجلس وزراء بحكي عارف كيف كمجتمع عارف كيف، والمجتمع الدولي ما بده يساعدك إلا يكون عندك حكومة، حكومة مهمة وتعرف هي صارت معروف اختصاصية وإصلاحات. المجتمع الدولي مش حيساعدك، والمجتمع العربي. نعم. فأنت حتروح من مشان هيك عم بقول أنا يعني نحن مقلين ممكن يكون على الأسوأ. فمعش قصة شو اسمه قصة انه بدك يكون في عندك استقرار سياسي ويعني توقف الانهيار السريع اللي عم بيصير للعملة، غير هيك ما في تعمل شيء. السياسي هي مسؤولة بمكان كنا نحملها لألا المسؤولية نقول لمين؟ يعني للسياسي، يعني هي المسؤولة هلأ عن استتباب الأمن؟ مش اسمه، هي مسؤولة عن كل شيء هلأ السياسي. شو بنضحك على بعضنا يعني؟ إذا في استقرار سياسي بصير. نعم. هيك. طب اليوم إذا في استقرار سياسي، واحد عم بيهرب، واحد عم بيهرب دواء، بيهرب بنزين، ما بيهرب القضاء والأجهزة الأمنية منه موقف. سعادتك اليوم قديش إلا نحن عايشين الاستقرار يلي هلأ عم نحكي عنه إنه فاقدينه؟ ما في عنا استقرار. من قديش؟ لا استقرار من قديش؟ نعم. بالنسبة نسبة قديش بالمية؟ نعم. ما عنا استقرار نحن، بتنام على شيء بتقوم على شيء، عايش على أعصابك، تقف على محطة البنزين. أنت تصور، أنا بحكيك إياها من ناحية طبية. إلي. مجرد أنت تقف بالطابور اللي تبع البنزين تبع المحطة. هلا أنت جاي من اللي بعت لي شفت طابور طويل. شيء يعني قعد ساعتين وشوي، كل محطة عليها طوابير شو اسمه مسكر. نعم. الطريق. بتعرف أنت لما يكون واحد مستني شيء ومتوتر وبتوتر. نعم. مثل واحد بيروح عم يدور على دواء لابنه أو إله مش عم يلاقيه بيتوتر، الغدة الفوق الكلوي، ها؟ الغدة الفوق اللي بيقولوا لها سوبرارينال الفوق الكلوي. هيدي بتفرز مواد ادرينالين وادرينالين، وهو بقول له انه كثير مضاعفات اذا ده الواحد، مش هناك التوتر بيقولوا لك بيرفع السكري، بيرفع الضغط، بيرفع نبض القلب، بياثر على القلب، وكل هيدي بيدفع كمان المواطن من صحته لما بينتظر هالفترات. نعم. الطويله. هلا انا جاي على الطريق وقاعد بحكي على الراديو، صار له من الساعه 2 الصبح واقف عم حطيت البنزين ذل. طيب وهذا قديش استهلك، قديش جسمه صار الغده صافت ادرينالين وادرينالين. طيب يا خي
طيب لوين بدنا نوصل يعني بالنهايه؟ طب كل المسؤولين عندهم يعني نفس التعابير وقت اللي بيشوفوا هالصوره، والكل متعاطف مع الناس، والكل بايد انه نفتح صفحه جديده ونخلص من صفحه الذل، كله نفس النعوت، ولكن بدنا يعني مثل ما بيقولوا حاجه يعني خلاص ما نخلص. انا برايي المفروض يكون عندنا بالنهايه كلياتنا حس وطني. نعم، لانه اذا ما كان عندنا حس وطني وحس شعور بالمسؤوليه، انا مثلا بحس انه مثلا انا اذا فوت مريض على العناية وما تابعته بدقه، هيدي مسؤوليه اخلاقيه وادبيه ودينيه واللي بدك اياه. كيف انه انا اتابعه لمريض منيح ولا مريض ممكن يموت، مش هيك ولا لا؟ نحن صاير فينا هيك؟ لا، نحن صاير فينا هيك. لبنان انحط على التنفس الاصطناعي، لبنان انحط على التنفس الاصطناعي، لازم نوعى البلد عم ينهار. هاج بقى نضحك على بعضنا، البلد عم ينهار. طب كيف بدنا نساعد الناس اليوم؟ نحن يلي هلا عم بيتابعونا وبيقول انتم مسؤولين وعم تحكوا، كيف بدنا نساعدهم للناس لحتى نخفف هذه الصعوبات عند حاجتهم بالدخول الى مستشفى، خاصة وقت اللي بنسمع انه حتى مختبرات ما فيك تعمل فحوصات، والنائبة دكتور ميرنا جرمانوس نوجه لها تحية بتقول الكواشف المخبرية موجودة عند المستوردين بس ما بدهم يعطوها بانتظار المستوردين يدعم. يعني الدواء والكواشف موجودة عندهم. طب يعني كيف؟ أنا بالنهاية مشان هيك كنت عم بقول لك نحن عم نحاول كنا نفك المشكل بين مصر في لبنان وبين هذا، مشان ينزلوا الكواشف وال هذا، وان شاء الله هلا يعني بعد ما مصر في لبنان قال انه هو بيمشي الاولويات ان شاء الله ينزلوا الدواء يعني اليوم والكواشف. بس ما المشكله وين؟ طب ما انت قصه البنزين، والله قصه البنزين حتنحل بعد يوم بعد اسبوع بترجع نفس الشيء. والله ما اقصد انا بتهيألي الدواء حيكون هيك كمان، لانه نحن وصلنا للاحتياط الالزامي. ما تنسى انت البيان اللي طلعه مصرف لبنان هذاك نهار وقال انا ما في ادفع للدواء كل هالمبالغ هيدي لانه انا قربت للاحتياط اللازمي. شو معناته؟ يعني بيقول لك اشاره انه ستوب، مش هيك؟ يعني انت لما تدعم 5 ملايين دولار، انا رئيس لجنه الشؤون الاجتماعيه، مش هيك؟ انا رئيس لجنه الشؤون الاجتماعيه، لما اجي عمل الدعم اجتمعنا بوزير الاقتصاد. نعم، كيف؟ يا اخي كيف بدك تدعم انت هيك؟ كيف بدك تدعم هيك؟ كيف انتم الدولة انتم اللجنة اللي قررت الدعم بالشكل هذا 300 وما بعرف قد ايش عرضت يعني؟ ايه انا عرضت طبعا من اول الطريق انا عرضت. ليه؟ كنت يوميا عم تابع على CNN شفت انه او ايرو نيوز او ما بعرف شو اسمه كان عم يعطوا دعم ماني فريش ماني انه الشخص بيطلع للناس هو ساعتها بكيف حاله، عرفت كيف؟ مثل ما بده، عرفت كيف؟ ساعتها مش بيروح بكزدر بالسيارة ساعة اللي بده، بيروح على المشوار المهم، التليفون المهم، شو اسمه، عرفت كيف؟ بكيف حاله، الدعم لمين راح؟ هلا قلت لك أنا وجاي على الطريق، كان مرق واحد قدام مني معه خمس سيارات حلوين من موديل 2021 نفس النمرة حلو من السيارات الفخمة جدا ماشي على الطريق. ما عرفت لمين؟ نعم ما عرفت لمين؟ ما عرفت له من فين؟ الابلكيشن دغري بتعرف. ما هو يمكن يكون حاطط نمرة مزورة كمان ايه بتطلع شو بنطلع على بعض خمس سيارات ماشي على الطريق، طيب كيف هاي؟ لا طيب البنزين منع بيجيبوا ها؟ طيب هاي كل سيارة كم واحد فيها كان؟ سعادتك كيف عم تتنقل؟ أنا بالبقاع بتنقل بسيارة موديل 2000 المرسيدس موديل 2000 يعني بتكفيني كتير، عرفت كيف؟ وهان لما أجي بيجي بسيارة أحيانا هذه رينو داستر، عرفت كيف؟ ها؟ ويعني كتر خير الله ماشي الحال يعني شو اسمه يعني مصروفهم قليل كليتهم نعم وخففت كثير تنقلاتي، عرفت كيف؟ يعني نعم. يعني مش انه والله مشوار ضروري عم بروح لانه ما بدي كمان انزل على المحطات وما بدي اربح حجميه حدا، يعني في كثير اصحاب محطات ترجع لهيدا ما بدي انزل؟ ايه ما بدي انزل، ايه عم انزل. انت سعادتك ما عندك خط عسكري؟ لا لا ابدا ما بقبل يكون عندي خط عسكري، ليش بدي يكون عندي؟ شو احسن من العالم؟ انا تعبي مثلك مثل العالم؟ ابدا مثلي مثل العالم، ليش بدي انا احسن من العالم؟ انا بالبقاع كلهم بيعرفوني طبيب صار لي 30 سنه، انا بدي اروح قدام العالم، عرفت كيف؟ يعني كيف بدي قابل العالم؟ انا المنتخب عنهم ها؟ انه ما بيجيك جالونات بريفي على البيت؟ لا لا ابدا ابدا، بيروح في شخص بيروح بيوقف بالصف، نحطه مش بعيد كثير عنا، نعم بيستنى احيانا ساعتين ساعتين ونص، عرفت كيف؟ بيعبي احيانا ب 50,000، احيانا بيعبوا له ب 30,000، احيانا بيعبوا له ب 20,000، شو اسمه؟ طبعا ليش بده يكون انا مش احسن من العالم؟ طب سعادتك اليوم بالعوده لدخول الناس على المستشفيات كنت عم لك مع العلم اصحاب المحطات كلهم يتمنوا انه عبوا لي، بس ما بربح جملتهم، انا ما بدي اربح جملتهم في مسافه يعني ما بدي، ليش بدي يكون انا شو اسمه؟ نعم. بموضوع الدخول للمستشفيات مع شركات التامين قلت لي هون المشكله الكبيره، في مشكله مش بس كبيره مشكله مع كل نعم مع الكل صار
نعم. يعني انت هلا ضمان تعاوني جاي درك مش عارف نعم. شو بدك تفوت على المستشفى نعم ها؟ بدك تدفع فروقات كثير عاليه. يعني نفترض واحد بده مستلزم طبي، نعطيك مثلا بده ورك لنفترض حق الورك لنفترض 4000 دولار هذا مع الارباح الخياليه طبعا مستلزماته الطبيه اللي صار لهم سنين عم يجنوها وهلا عم يصرخوا بيقولوا عم نخسر عم نخسر. اذا كان واحد منهم عم يطلع مليون دولار بالسنه ربح، هلا صاروا 950 صاروا يقول لك عم نخسر. ها هيك هذا خساره انا بعتبرها عندهم، عرفت كيف؟ طيب فات بده 4000 دولار أنا لما عملت اجتماع بلجنة الصحة النيابية تعرف إحدى القطاعات العسكرية شو قال لي؟ ها؟ تعرف نحن نجيب كل الـ شو اسمه رؤساء الطبابة سواء ضمان الوزارة شو اسمه الجيش الدرك هذا. قال لي طيب نحن واحد هلا إذا عسكري عندنا انكسر شو فينا نعمل له؟ إذا بده يركب 4000 دولار لأنه مش عم يقبلون حتى الدرك والجيش مش عم يقبلون. لحتى الجيش هلا طلع تعميم إنه بده يدفع 70% زيادة، يمكن اجى شويه مساعدات ما بعرف منين. نعم. قال انا بدي ادفع 70% زياده للفاتوره الدوائيه للفاتوره الاستشفائيه، بس كل المرضى الثانيين عم يعانوا الامرين لانه المستلزمات الطبيه عم تنباع حتى طلعوا تعميم انه نحن ما بنبيع اي مستلزم طبي الا يدفع صاحب المستشفى او صاحب الحاجه 50% فريش ماني وهديك على دولار 12 وش اسمه. طيب كيف يعني مين بده دخلك؟ اذا واحد بده 4000 دولار ورك ب 12500 لا 14 كمان صار اليوم 14 مركي وشي. طيب منين بده يجيبنا؟ شو ببيع؟ يا ببيع سيارته يا اذا عنده شقفة ارض عندنا من منطقه ببيعها يا بس. يعني هذا يمكن مستشفيات المناطق بدنا نمون عليهم يعني بتعرف قصص تبقى شو اسمه يمكن ما على شيء بالموني عرفت كيف؟ بس اذا واحد ما بيعرف حدا بالمستشفى ها في بيروت او باي محل ثاني شو بيعمل يعني؟ عائلته ساعتها بدها تلم له يا اهل ضايعته بده يلموا له مصاري. اسمح لي نتابع انا وياك ولكن بعد هذا الفاصل. اصدقائي متابعي سوا مشاكل وحلول مع ضيفنا النائب دكتور عاصم عراجي بعد هذا الفاصل. متابعين سوا باشاره المخرج باسم جابر مشاكل وحلول مع ضيفنا الدكتور عاصم عراجي رئيس لجنه الصحه والعمل والشؤون الاجتماعيه النيابيه. كمان مره اهلا وسهلا فيك. هالمره ما حكينا عن كورونا ولا حكينا عن اللقاحات ولا حكينا عن تراجع، يعني عم نحكي عن امور كمان بنفس الملف، ولكن كيف تنظر الى ماراثون يعني كورونا اللي عم بيكون اسبوعي وهالجمعه رح يكون سبت واحد؟ يعني هيدي انا بتهيألي شغله ايجابيه فيها نحكيها، يعني دائما كل الشغلات الثانيه صارت سلبيه شويه ايجابيات من قطع الدواء للمستشفيات للشو اسمه للبنزين مزبوط. هيدي شغله ايجابيه حقيقه حققت بالبلد انه صار عندنا نسبه الاصابات كثير قليله. النسبه الايجابيه بتوصل ل 2% تقريبا احيانا. الوفيات قلت كثير، عدد المرضى الموجودين بالعنايات وبالغرف العاديه لا يتعدوا 200 واحد. في اقسام كورونا سكرت، يعني هيدي علامات ايجابيه كثير بقصه الكورونا حقيقه، بس بشرط نحن لازم شرط بشرط بالطبع او بالصوت العالي ما بدنا نرجع ننتكس مثل ما انتكست الهند او البرازيل او بريطانيا. معقوله؟ نحن ليش عم نقول؟ عم نقول انه لازم نلبس الكمامه، بعدنا لازم التدابير الوقائيه لازم تكون موجوده للبس الكمامه تباعد الاجتماعي سهرات لفتره انا بتهيألي لحتى كل ما زدنا وتيره التلقيح كل ما دخلنا برا الامان اكثر. يعني تصور بريطانيا صار في 50% من الشعب البريطاني عم يتلقح 50%. نحن قد ايه صرنا؟ نحن هلا تقريبا شي 13% او 14% صار عندنا دوز واحد وشي 10 دوز الثاني. فهيدي يعني بتعرف الوتيري ساعتك اخذت دوز دوزين ولا؟ نعم دوزين اخذت انا مش يعني. انا كطبيب انا سجلت اسمي كطبيب واخذته كطبيب. اي نوع اخذت؟ نحن اطباء اعطونا فايزر اول ما اجت. نحن اعطونا فايزر لانه الجسم الطبي كله اعطوه فايزر. يعني مثل ما قلت لك انا يعني كطبيب اوكي وخاصه كطبيب عنايه، يعني انا حكيم قلب وكنت فوت على غرف العنايه شو اسمه الكورونا كمان عشان هيك اخذت الفايزر. هلا الكورونا حقيقه وضعنا عم يتحسن يوم عن يوم ان شاء الله على طول، بس بدنا نحافظ على هالتدابير لغايه تقريبا تشرين اول تشرين ثاني بيكون يعني وصلنا تقريبا لمناعه مجتمعيه هي المطلوبه. لانه نعم. في طلع تقرير بيقول 50% من الشعب اللبناني اصيب،
زائد ان كل ما علينا الدوز تبع كل ما اعطينا بنكون عم نقرب من المناعه المطلوبه. ايه وبكون زدنا كمان لانه ما بتعتمد بس على الاصابات انه يضل عنده مناعه، في ناس بيخسروا مناعتهم. نعم. هلا يعني ابتداء من اول حزيران لغايه تموز عندك حوالي 2 مليون لقاح فايزر اجى، انعمل ماراثون استرازينيكا كان ناجح كثير، عمل لقاح شو اسمه فايزر انعمل الاسبوع الماضي كانت اقل. نشوف هالجمال. ليه؟ ليش انعمل؟ انعمل بثلاث مناطق، البقاع الشمالي والبقاع الاوسط والعكار. لا انعمل لانه هودي المناطق كثير المسجلين على المنصه وكثير اللي عم يتلقحوا بعكس بيروت وجبل لبنان. نعم. فعشان هيك قررنا انه نروح لعندهم نحن، عرفت كيف؟ عملنا هلا ماراثون هونيك، بس كان قليل. مشان هيك انا بقول للناس لازم يتلقحوا، لازم تطلع لازم يسجلوا، حتى اذا ما سجلوا بيروح على ماراثون، اذا مش مسجلين راح يسجلوا. وهيدا اذا بتسمح لي ساعتك بدنا نضوي عليه مع دكتور يوسف بسيم باتصال موجود معنا، هو مدير مركز التلقيح بجامعه البلبند. لانه جامعه البلبند راح تلقح كل من يرغب مجانا بين هلالين، يعني من سن 55 سنة أو أكثر. كمان فايزر يومي السبت والأحد 12 و13 حزيران، بس من الساعة 9 لغاية الساعة 1 مثل ما وردني. تنستوضح من دكتور يوسف معنا. ألو 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 بونجور. بونجور دكتور يوسف، أنا بدي حييك عبر مشاكل وحلول، وإن شاء الله تبقوا دايما بهالهمة. الله يخليك. أنا بشكرك استضافتي، وبدي كمان حي الدكتور عراجي لأنه جهوده وبيعرف. شكرا يوسف. شكرا سيدي. جهوده من زمان بلش بالكورونا وعم بيساعدنا كثير بكل. شكرا الله يخليك. بيساعد الكل. يعطيك العافية دكتور يوسف. الله يخليك. دكتور يوسف، يعني أنتم الجامعة قلتوا رح تلقحوا كل من يرغب مجانا من ال 55 سنة أو أكثر بلقاح بفايزر، بس ليش من الساعة 9 للساعة 1 بس مش كل النهار؟ خليني اقول لك شغله، هو الماراثون من الساعه 8 للساعه 6 صحيح، بس نحن تجربتنا بماراثون الاسترازينيكا وقت بلشنا كانوا سكترد العالم، نحن حبينا ناكد انه من 9 ل 1 مش معناتها مسكر على الوحده، نحن فاتحين باقيين مشان نامن العالم، نقدر نحضرهم نسجلهم تيمشي البروسس مضبوط. طلبنا انه يكيشوا بين ال 9 وال 1 بس اكيد حتيجي اكثر، نحن ما رح نسكر على الوحده باقيين تيخلص النهار. نعم اوكي، بس حبينا نجمعهم اكثر هيك نحن بنقدر عنا لوجيستيكلي نكون حاضرين اكثر، لانه في كثير عالم ما راح يكونوا مسجلين على المنصه، خصصنا فريق عمل يكونوا بلوكيشن ثاني يستقبلوا العالم يدخلون على الكوفاكس، وبدنا نعرف بس يدخلوا على الكوفاكس تجي اس ام اس مرتين تناخذ الكوفاكس نمبر، فبقى في شويه وقت مشان ما نحن ناخر الامور يكونوا حاضرين اوتوماتيكلي الفاكسينيشن بروسس هو اسرع شيء. دكتور شو المقصود بالمجانا؟ يعني هلا الماراثون كله عم ينعمل، هلا نحن ما الوزاره ما عم تكلف حدا شيء، مجانا نحن مش حاطينه، يعني ما بعرف مين حدا اذا حدا جاب سيره اكيد مجانا، نحن اصلا كل الفاكسين عندنا مجانا. نعم. نحن عم نعطي بالبدايه اول فتره نحن كنا عم نشتري مع القطاع الخاص سبوتنيك الشركات. نعم. والجامعه لانه الجامعه جابت اخذت دونيشن لكل التلاميذ والاساتذه والتلاميذ، اخذنا حصه سبوتنيك وعملنا فيها مجانا، هي المفروض يكون مجانا لكل العالم مش بس عنا، يعني الوزاره مش سامعه حتى عن طريق سبوتنيك الشركات هن بده يشتروا لموظفينه. اذا الموعد رح يكون بجامعه البلمند يومي السبت واحد. نعم. كل النهار كل النهار حيبلشوا، بس حطينا هالوقت بس تيقدروا الناس يجوا يحضروا حالهم تكون التزام. نعم مظبوط. نعم. أنا بدي أشكرك دكتور يوسف، إن شاء الله بكون إلا إطلالة لاحقة ميدانية معك لحتى نضوي على نشاطاتكم. شكرا لك، يعطيك العافية. يعطيك العافية يوسف. طبعا دكتور عاصم كثير مهم نقول إنه يعني الجمعيات والمؤسسات والبلديات كله المفترض يكون لهم دور بدعم حملات التلقيح اللي ساعتك أنت أضفتها، يعني من شوي قلت إنه عم بتكون كثير مهمة لتمنيع المجتمع. صحيح. ولكن يعني من خلال العودة هالمرة للعام الدراسي بكير نحكي انه اذا نحن اكتسبنا المناعه المجتمعيه المطلوبه يكون الحضور فعلي كالعاده وننسى كورونا والمصايب يلي خلفت لنا اياها بالتعليم عن بعد. مش عنا بلبنان، ومرافق كل دول العالم بتعرف تاثرت. نعم. بالكورونا، يعني مش بس لبنان، يعني الولايات المتحده الامريكيه بتعرف يمكن اكثر دوله بالعالم انتشر فيها الكورونا، يعني وبريطانيا عم بتعاني هلا. ليه؟ نعم. قلت لك انا لازم التزم، لانه بريطانيا هلا كانوا بدهم يفتحوا فتح كامل ب 21 رجعوا اجلوا لانه في المتحور الهندي بلش يرتفع، بلش ترتفع. نعم. الاصابات ببريطانيا، مشان هيك لازم نلتزم. نحن بدنا نخاف من المتحورات طبعاً. يعني هلا لانه الصيفيه جايه وسياحه، بس انه كيف يعني متحور بخوف، يعني مش انه يعني ما بدها شيء، يعني لانه هلا خفت قصه العدوى وقصه شو اسمه. نعم. والاصابات وهذا، وخاصه هلا بالصيف يعني الناس
بكون بعيدة عن بعض وما في اجتماعات داخل البيوت وشغله من هيدي. مشان نضل اقتصاد فاتح مشان لانه ما احنا اقتصادنا ما بيحمل يتسكر ابدا. بالنسبة للسؤال اللي سألته عن موضوع شيء اخر سؤال سألتني اياه كنا عم نحكي نحن عن عن موضوع اللقاحات يعني لقاحات هلا اللقاحات هي الشغله هي الاساسيه لانه نحن قلت يعني من خلال انتم دوركم يعني كلجنه انت اكدت انه نحن بحاجه الى هذه اللقاحات توصلا للمناعه المجتمعيه المطلوبه حتى نفتح المدارس نفتح الاقتصاد بشكل كثير نرجع حضور الزامي 100% بالمدارس برايك اذا لقحنا يعني اذا صار في نسبه تلقيح كثير عالي وكمان الناس اللي اصيبوا فينا نوصل هلا ببلاد برا بلشوا يفتحوا المدارس لما يوصلوا مثل امريكا بس انه يعني بتدابير كمان بدها تكون لان بتعرف ما بدنا كمان نرجع دائما بدنا نكون حذرين يعني شوف اللقاحات الاوبئه مثل مريض قلب بدك تقول له يا اخي بدك تلتزم السكري بدك تظبطه الضغط بدك تظبطه الدنيا بدك تظبطها مشان ما ترجع لا سمح الله نفس الشيء هيك بدك تلتزم هلا فتره معينه وبعدين دخان بدك تبطل هاو كمان لازم يلتزموا بالكمامة والتبع الاجتماعي إذا بتسمح لي يعني هلأ في بعض المواضيع السريعة اللي بدي أطلب منك إجابات سريعة عليهم نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة قال أجرينا اتصالات مع البنك الدولي وطلبوا منا تأليف حكومة والبدء بالإصلاحات لتوفير المساعدة لنا طلبوا الجماعة نحن طلبنا نحن لجنة الصحة النيابية هذا كان الجواب زيته اجتمعت خمسة أشهر اجتمعنا بممثل البنك الدولي هاني سروج وكان بعد الظهر عملنا اياها بعد الظهر لانه صار في تواصل مع واشنطن بنفس الوقت مع المركز الاساسي تبعه وقالوا لنا هالحكي قالوا لنا بس تتشكل حكومه ويصير في عندكم اصلاحات وحكوا كلام حقيقه كبير عن الفساد الموجود بلبنان وقالوا نحن طلبنا منهم طيب يا اخي الفاكسين يوميها قالوا الفاكسين نحن يعني وفوا بوعدهم عملوا مولوا قصه تمويل الفاكسين بس مزبوط ما هو حق النقيب هارون انه المجتمع الدولي ما حيعطينا شيء طول ما نحن بس انا بدي اقول شغله انا بدي اقول يا اخي طيب ما نحن لبنان عم ندفع الثمن غالي كيف عم ندفع الثمن غالي انا لما يكون عندي 1.5 مليون نازح سوري عرفتي كيف عندنا بلبنان طيب المجتمع الدولي اللي هو بالزمان قال انه انا بدي ساعد النازحين السوريين مش هيك طيب النازح السوري كمان عم يستهلك من الدعم اللي بيقدمه مصرف لبنان او الدوله اللبنانيه مش مصرف لبنان كمان عم يستفيد من دعم المازوت والبنزين و وشغله مثل هيدي انا برايي اتمنى على المجتمع الدولي انه يفصلوا السياسي عن الصحه بدنا نعمل فصل السياسي عن الصحه طيب انا ما بفهم انه كيف مثلا انه ينترك البلد صحيا ما عم بحكي بالسياسي ولا شيء يدعموا هالقطاع الصحي بس ما تدعموا لا سياسية ولا تدعم حدا بس تعال هلا بالوقت الحاضر لانه في انتوا تعهدتوا انه هالنازحين السوريين اللي عم ياخذوا تقريبا 30 او 35% من الدعم انكم تدعموه مش هيك؟ كمان انتوا لازم تساعدوا لبنان بالقصة هيدي كمان بدي اتابع معك باتصال اذا بتسمح لي بموضوع بهمك كثير وهو انت دائما بتفرض له مساحة درس اقتراحات قوانين لإنصاف العاملين بالمستشفيات الحكومية. صحيح. يعني بناخذ اتصال معنا خليل كعين إذا ماني غلطان ألو. خليل يعطيه العافية خليل. دائما بتواصل معنا خليل. ألو. هودي عافيتك. تواصل. إي والله. نحن في لبنان. لا خليل الله يعطيه العافية. طب طبعا يعني هالاقتراحات اللي هي قوانين لإنصاف العاملين بالمستشفيات الحكومية، قديش بدها وقت يعني اليوم معروف شو هو جهدك ونشاطك وتعبك واجتماعاتك. ولكن الترجمة قد ايه بدها وقت؟ هي بتعرف لانه عندنا قوانين كثير ونحن اخذين على عاتقنا بلجنة الصحة الزملاء كلهم يعني بدون استثناء يعني الله يعطيهم العافية خلال هالفترة هاي كليتها يعني كانوا كثير يعني قاموا بشغل كثير كبير معي اعضاء اللجنة فنحن عندنا قوانين كثير نحن اخذنا على عاتقنا نعمل تنظيم لكل المهن الطبية من قانون دواء هلا عندنا نقابات عملنا عدة نقابات لعدة مهن طبية هلا اخر نقابة حنعملها اللي هي عملناها وافقنا عليها امبارح اللي هي نقابة المعالجين النفسانيين عارف كيف؟ بتعرف البلد صار بده كله صارت حاجة المعالجة النفسية مش خجل يعني لانه كلياتنا عايشين بتوتر ف بالنسبة للموظفين المستشفيات الحكومية قدم اقتراحين قانونين واحد وقدمه الدكتور بلال عبد الله وواحد وقعوا 10 نواب وجه له تحيه من ضمنه الدكتور بلال كمان شوف فهلا لما جينا لقينا نحن
يعني انا قررت اعمل لجنه فرعيه مشان نسرع الامور. هلا عملت لجنه فرعيه برئاسه الدكتور بلال عبد الله، والدكتور بلال هو ماشي بوتيره سريعه مشان يرجع على اللجنه الام، يرجع على اللجنه الام وتوافق على لجنه الام ونحوله على لجنه الاداره والعدل. ناخذ اتصال خليل رجع معنا. الو. ايه الو، اهلا وسهلا فيك خي خليل، تفضل. تحياتنا أستاذ الأولى، وتحية خاصة لدكتور عاصم عراجي. شكرا يا خليل، الله يعطيك العافية. أنت الله يعطيك العافية، كل الشكر لك. وبصراحة يعني الكلام اللي عم تحكيه بالنسبة لموظفين المستشفيات الحكومية شيء بكبر القلب. نحن بانتظار العجلة بموضوع اقتراح القانون اللي هو بلجنة فرعية حسب ما فهمت من الدكتور بلال عبد الله وحضرتك. فحاليا نحن بصراحه وضعنا كثير ميؤوس كموظفين مستشفيات حكوميه، نعاني ما نعانيه خاصه بهذه الفتره من عدم قبض رواتب باكثر من مستشفى حكومي وعلى راسهم حاصيه وصيدا و و و والمستشفيات كلها تعاني في ظروف سيئه بلبنان. مش يعني ضروري نذكرها، لكن العالم تعرف شو الظروف اللي عم نعيشها، بس نحن كموظفين مستشفيات حكوميه نعاني ما نعانيه من تهميشنا، وإذا ناتج عن عدم انصافنا نحن خاصه في الفتره الاخيره. يعني طبعا هل يعني هالصرخه اللي انت قلتها كان سبق عليها الدكتور عاصم عراجي. اشتغلوا بكورونا. نعم. وما له شيء بدي اقول شغله كمان. كمان خليل انصاب بالكورونا. نعم. عرفت كيف؟ بعرف. يعني الله يعطيهم العافيه، قاموا بشغل كثير كبير المستشفيات الحكوميه خلال الجائحه. ما ننسى كانوا هم خط الدفاع الاول اول ما بلشت الجائحه. مظبوط. هم المستشفيات الحكوميه. خليل انا بدي اشكرك، ونحن وانت على تواصل دائم. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا صديقي. قبل ما يدهمنا الوقت كمان، انت حكيت عن اعتصام الاطباء بسبب عدم دفع كامل مستحقاتهم من سنه ونصف. صحيح، من حزيران من تموز 2019. ليش؟ من تموز 2019 كان مش مدفوع للاطباء. نعم. انا حكيت عده مرات مع معالي وزير الماليه، ان شاء الله يكون عم يسمعنا. نعم دكتور يعني وزني موجه له التحيه. وانا نعم. يعني من الناس اللي كتير حكيت معه بالمجلس كمان، وشو اسمه هذا بالاخر اول مره صرف 17 مليار، وبتعرف الاطباء اعتصموا السبت الماضي بالبقاع. نعم. ورجع كمان نهار، هو وعدني كنت حاكي معه انه الجمعه، وعدني انه التنان يصرف الباقي، صرف كمان 100 ومليارين للمستشفيات وللاطباء. بس ان شاء الله يكون في عجله بصرفهم، لانه هلا طلعوا من وزاره الماليه راحوا مصرف لبنان، المفروض مصرف لبنان يصرفهم بسرعه، لانه في الاطباء اشتغلوا بوقت جائحه كورونا، معقول ما يندفع لهم مثل الموظفين المستشفيات الحكوميه؟ كمان بموضوع الاخبار اللي تقدمت فيه للنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم عن مصير ال 400 مليار ليره التي رصدت لرفع التلوث عن نهر الليطاني. طبعا القانون 63 اللي وافق عليه مجلس النواب قلت الأشغال التي نفذت قليلة جدا، وأمراض السرطان والجهاز الهضمي ترتفع بالقرى نتيجة التلوث. طبعا هذا الموضوع قيد المتابعة مع الرئيس إبراهيم. لا صحيح، أنا بلشت من 2000 من لما انتخبت نائب اشتغل على نهر الليطاني. النهر الليطاني مارج من 2021 ما انتهيت بعد. والله العظيم يعني إذا بقول لك قديش عامل زيارات يعني بالمئات للمسؤولين كيف وعلى مجلس النقل وأمار، وهذا قدمت عده اسئله للحكومه، بالاخير حدا نصحني قال لي اعمل برنامج قانون، عملنا برنامج قانون ومضيته عملنا انا وزملائي بالبقاع النواب بالبقاع الاوسط بالبقاع الغربي، عملنا برنامج قانون وقدمناه بسنه 2013. نعم. لانه باتفاق مع شو اسمه مجلس النقل والاعمار. نعم. انه على 7 سنين بتنظف وبنرفع التلوث عن نهر الليطاني بشبكات محطات هالقصص هيدي كليتها، وضل يروح من لجنه لجنه وانا ماشي ورا. عرفت كيف؟ ليه؟ لانه هاي صارت شغلي. اولا انا نائب عن لبنان، انا نائب عن البقاع، انا نائب عن ضيعتي برليس اللي فيها امراض السرطان كثير عاليه، وعم شوف الناس اللي عم يعانوا من امراض السرطان عندنا بالمنطقه، يعني صارت قصه فيك تقولها يمكن قصه شخصيه كمان. عرفت كيف؟ ف اجوا وافقنا بال 2016 على القانون بمجلس النواب، وعملت كثير مشاكل بمجلس النواب، كل النواب بيعرف قديش عملت مشاكل مشان تلوث نهر الليطاني. وافقنا على اساس 7 سنين، حطينا 100 مليار باول 2000 بموازنه 2017، لانه 2016 بنوافق على 2017، و150 2018 و150 بال 2019. بال 2020 ما حطينا شيء لانه كانت بلشت المشاكل. في 400 مليار محطوطين ب يعني اكثريتهم مع وزاره الطاقه. وفي 55 مليون دولار من البنك الدولي على اساس انه هودي بينظفوا بحيره نهر الارعون، اللي شفت الماساه اللي صارت فيها بالاسماك والتلوث اللي بحيره الارعون. لا هودي انشغلوا ولا هودي انشغلوا. هودي انشغل جزء بسيط منهم 4 مليار. وين 400 مليار؟ انا قدمت سؤال للحكومه.
قالوا لي ان شاء الله بكره والجمعه الجايه مثل العاده عندنا بلبنان، وعم ننفذ وطلبنا المناقصه وطلبنا، وكمان 55 مليون دولار نفس الشيء، عرفت كيف؟ كمان 55 مليون دولار انه بلشنا وحنبلش وما معه شو الطريقه اللبنانيه. انا ساعتها كتبت تويتر كثير عنيف، اول مره بحياتي بكتب وتجرأ، مش شو اسمه يعني هيك بيستعمل لغه يمكن قاسيه بحق الناس. قلت الله لا يسامح اي حدا هيك، قلت الله لا يسامح اي حدا سرق من او هدر، بدناش نقول سرق خلينا نقول هدر، او انه تاخر بتنفيذ هذا، لانه نحن عم ندفع الثمن غالي، نحن اللي عم نموت، نحن بالبقاع نحن اللي عم نموت من السرطان، وكمان بالبقاع الشمالي هن اللي عم بيموتوا، عرفت كيف؟ ف 400 مليار بتعرف بتشتغل فيهم لوين؟ كان من منبع نهر الليطاني بالعلاق لغايه بحيره الارعون، لغايه بحيره الارعون، لانه نحن قدمنا اول شيء البرنامج القانون لبحيره الارعون 225 مليون دولار، كانوا 400 مليار اكثر من 225 مليار او 225، بعدين اجوا نواب جنوب قالوا لا بدنا نكفي على البحر المتوسط، وقلنا لهم ايه اتفقنا نحن وياهم على اساس يوصل للمصب، من المنبع للمصب بكلف 800 مليون دولار، ولغايه هلا عرفت كيف؟ انا ساعتها بعت وراي النائب العام المالي اعطيته كل المستندات اللي عندي، نعم وان شاء الله يعني هيدي بعهده النائب العام المالي الاستاذ اخر سؤال، يعني ما فيني الا ما اسالك عنه، هو القانون 174 قانون الحد من التدخين او منع التدخين، طبعا قلت اشتغلنا كثير، ولكن وللاسف اليوم انا بذكر كلمه للنائب الدكتور عاطف مجدلاني بيقول لي العبره بالتنفيذ، صحيح، ولليوم انت بتقول ما نفذنا وبعد لم ينفذ، لا مش عم يتنفذ القانون، لا ابدا، يعني للاسف قديش تعبنا علي، والدكتور عاطف قديش تعب علي، موجه له تحيه للدكتور عاطف، نعم. رئيس اللجنه السابق، يعني وبالاخر القانون ما عم يتطبق، المفروض يطبق القانون ما عم بيطبقه، اللي هي بتعرف الجهات الامنيه والشو اسمه مش عم بتطبق القانون، وكمان الوزارات المعنيه، وزاره السياحه، وزاره اللي مش عم بتطبق كله معني، حتى بالمراكز الحكوميه كله عم يدخن، عرفت كيف؟ يعني هذا مثل الفوضى، نحن مثل ما قلت لك نحن عايشين بدويخه الفوضى والفساد. انا بدي اشكر سعادتك دكتور عاصم عراجي رئيس لجنه الصحه والعمل والشؤون الاجتماعيه، النيابيه، يعني اليوم حكينا صحه اكثر شيء، يعني الله يعطيك العافيه على هذا برنامجك مشاكل وحلول، وان شاء الله عم تعرض كل المشاكل بس ان شاء الله نحن نلاقي الحلول. حلوه منك، شكرا لك سيدي. بشكركم وبشكر متابعتكم، شكر كبير للمخرج باسم جابر اللي تابعنا بهذه الحلقه، بكره بنلتقي معكم مع حلقه جديده دائما عبر تلفزيون لبنان، الى اللقاء.